سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي في البريكس. يا جماعة افرحوا، مصر بخير، مصر في البريكس. ده هاشتاج لطيف أطلقته اللجان الإلكترونية التابعة لسيء الذكر الرئيس المصري احتفاء واحتفالا وفرحة وتكريما بحضوره بين الزعماء. الجماعة مش متعودين ان صاحبهم بيحترم او بيقدر او بيتم الترحيب بيه. الجماعة عارفين انه الجنرال عديم الكاريزما، جنرال مهزأ، كل ما بيتكلم بيغلط، كل ما بيروح محفل دولي بيطلع بلقطتين ثلاثة يفضل الناس تحفل عليه لمدة سنتين ثلاثة بعدها. وبالتالي الجماعة فرحانين بوجود السيسي في البريكس. طيب ايه الاضافة اللي سيء الذكر اضافها لمصر في البريكس؟ امبارح اتكلمنا على جزء، عملنا مقارنة ما بين كلمته وكلمة الرئيس البرازيلي، لقينا الرئيس الصيني بيتكلم عن غزة والسيسي لا، لقينا الرئيس الإيراني بيتكلم عن غزة ولبنان والسيسي لا، لقينا الرئيس البرازيلي بيتكلم عن غزة والضفة ولبنان والسيسي برضو لا. مش عارف الحقيقة النهاردة هل أروح للمساحة دي؟ أنا عارف أن الزملاء في السوشيال ميديا هيزعلوا مني، ما بيحبوش أن أنا أروح للمساحة دي، بس مش عارف هل ممكن أن أنا مثلا أقول أنه عبد الفتاح السيسي في البريكس امبارح اتفرج على آخر كلام فشافنا بننتقد أنه ما اتكلمش عن غزة فقرر النهاردة يرد علينا واتكلم عن غزة؟ تفتكروا تمشي؟ أنا رأيي ما تمشيش، بس القرار في الآخر لزمايلي في السوشيال ميديا هم يقرروا إذا كانت دي تمشي ينشروها بالعنوان ده ولا لا الحقيقة يعني. لكن الحقيقة الراجل النهاردة اتكلم عن غزة، امبارح قلنا أنه ما اتكلمش عن غزة وطلعنا المسرح وقلنا في خيانة كده ومزابل التاريخ مش هيكون فيها مكان لسيء الذكر وأنت جار السوء ورحت البريكس ما اتكلمتش عن غزة، فالنهاردة اتكلم عن غزة. هل يا ترى هي كانت في جدول أعماله أصلا وإحنا اللي استعجلنا امبارح؟ هل يا ترى سيء الذكر فعلا اتفرج علينا وبعدين قرر يقول؟ هل حد من مستشاري شافنا فقال له يا عمي لو طلعت النهاردة كمان من غير ما تتكلم عن غزة لسه الراجل لايف كمان يومين ثلاثة فمش هيعديها لك؟ تفتكروا؟ أنا الحقيقة لا طبعا ما افتكرش ومش شايف ده ومش دي قصة ومش ده المهم، لكن المهم هو اللي قاله سيء الذكر في اجتماعات البريكس لليوم الثاني على التوالي. تعالوا نشوف مع بعض قال ايه. صحيفة الدستور: السيسي يشارك في قمة بريكس بلس بقازان في روسيا. كلموا أنه هو شارك في قمة البريكس بلس اللي بتضم بالإضافة للدول الأعضاء في البريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع البريكس. طيب قال إيه سيء الذكر؟ تعالوا مع بعض نشوف ملخص تصريحاته في اليوم الثاني. مصر تثمن محفل البريكس بلس وملتزمة بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب. يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف المساعدة نفاذ أو مساعدة نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر. شحات أبو كف يعني. تمام. نؤكد على الدور الهام لبنك التنمية الجديد والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية برضو لتوفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية. شحات أبو كف مرة تانية. أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. مصر مستعدة للمشاركة في جهود تعزيز ودعم التنمية في دول الجنوب والدول النامية. مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات الراهنة. الله يا عم عبد الفتاح انت هتتكلم عن غزة امتى؟ انا نفسي اتقطع خلاص. مصر دائما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية. يا ابو نخلص. مصر سعت دائما لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. يا عمنا اجتماع اليوم يأتي في ظل ظرف دولي، أيوة كده، في ظل ظرف دولي دقيق من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. أهو شمر بقى سيء الذكر ونزل الملعب وهيوريك، وأهو بيرد على آخر كلام، أهو هيتكلم عن غزة أهو يا جماعة، خلاص استعدوا. الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم.
إن تداعيات صراعات المنطقة امتدت لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. غزة يا عم، غزة يا سيدي، ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ما وصل إليه النظام العالمي من ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة والعدالة. نعم، إن سيء الذكر قد تحدث عن غزة، إن جار السوء قد ذكر غزة في اجتماعه الثاني في البريكس بلس. قال إيه؟ قال إن ده بيكشف ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة والعدالة. أحب أقدم لحضراتكم الناشط السياسي عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، ناشط حقوقي، ناشط من النقابات العمالية، دعوه في قمة البريكس فقال لهم انتوا عالم وحش، مزدوجين المعايير، انتوا عندكم غياب للمحاسبة والعدالة، وبعدين انتوا ضرتونا، حركة الملاحة في خليج البحر الأحمر الحقيقة ضرتنا جدا، الحوثيين الوحشين، وبعدين الأزمة اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط، رئيس هو جزر الكاريبي بيتكلم على الشرق الأوسط، إن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط امتداد هذه الاعتداءات للأراضي اللبنانية يعد أكبر دليل على ما وصل إليه العالم اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة. طب أنت مين؟ طب أنت فين؟ طب أنت إيه دورك؟ طب أنت إيه رأيك؟ طب الحرب دي تقع، إن مصر موقفها إيه؟ إن مصر تعمل على إيه؟ إن مصر تطالب أو تؤكد إيه؟ إن مصر ستستخدم أوراق إيه عشان توقف الحرب؟ إن مصر لها دور في الإيه؟ مش كده؟ يعني أنت المفروض حبيبي أنت الرئيس المصري، أنا آسف إن أنا بقول عليك كده بس ده الواقع، الرئيس المصري سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، فما عليك رايح قمة البريكس ومصر في البريكس هاشتاج اللجان الإلكترونية، أوكي، ها، إن مصر إيه بقى يا بيه؟ إن مصر تقدم إيه؟ ترفض إيه؟ تندد بإيه؟ تدين إيه؟ إن مصر ستتحرك في مسار إيه؟ مش كده ولا إيه؟ كان حمدي بخيت حمدي رزق بيقول له هو في إيه؟ قال له هو في إيه؟ أنت اللقطة دي؟ فأنت محتاج حمدي بخيت يقول لك هو في إيه؟ يعني أنت رايح تعمل إيه؟ قال لك غزة بيتكلم كأنه ناشط سياسي، يا ريتك ما رديت علينا يا بيه، يا ريتك ما اتكلمت، يعني إذا كان ده كلامك فاسكت أحسن ما تتكلمش. لكن الحقيقة يا جماعة عشان أقول لحضراتكم الخلاصة بقى، هو سيء الذكر رايح البريكس ليه؟ بالمناسبة حصل بيني وبين الزملاء النهاردة نقاش كده، ننشر الصور بتاعته وهو ماسك الكاس وعمال يخبطه في الكاس بتاع الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وكان الزملاء مصممين انه يعني ننشر الكلام ده على الهواء، وقلت لهم لا بلاش خلوها بس يعني كفاية، نشرتها انا امبارح على السوشيال ميديا وخلاص، ما كنتش حابب ندخل يعني في المساحة دي يعني على الهواء في البرنامج في اخر كلامه كده. لكن السبب الرئيسي اللي السيسي رايح عشانه البريكس مش عشان يخبط الكاسات مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي، والكاس ده فيه خمره ولا ما فيهوش، وفيه رز بلبن ولا فيه ميه ولا فيه عصير تفاح، مش دي القصه خالص. ولا سيء الذكر جار السوق رايح البريكس عشان يتكلم عن غزه ولا لبنان، لان لا قضيته غزه ولا قضيته لبنان ولا قضيته اليمن. اليمن جزء معين متعلق ان الحوثي يبطل صواريخ عشان قناه السويس ترجع تشتغل تاني. قصه سيء الذكر في البريكس ملخصها في العبارتين اللي حضراتكم هتشوفوهم امبارح والنهارده، عشان نعرف مع بعض هذا الجنرال المهزأ لماذا ذهب إلى روسيا. طيب امبارح قال إيه عبد الفتاح السيسي؟ قال لك يا عمي إحنا عندنا نطالب العالم بتوفير تمويل ميسر للدول النامية وابتكار آليات الإدارة للديون. يبقى الراجل امبارح عايز تمويل ميسر للدول النامية اللي مصر منها طبعاً، وعايز آليات إدارة للديون، ابتكروا يا جماعة آليات إدارة الديون لو سمحتوا. طب النهاردة قال إيه؟ النهاردة عمل صياغة تانية بس بنفس المضمون بتاع الشحاتة، يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية لمساعدة الدول النامية. فإحنا هنا قدام راجل رايح البريكس يشحت، هو رايح البريكس يقلب عيشه، رايح يشوف الجماعة اللي هناك ممكن يدفعوا حاجة ولا لأ، ممكن يرجع بقرشين ولا لا، ممكن ياخد قرضين ولا لا، ده اساس مشاركته في البريكس.
وده اللي قاله مصطفى مدبولي من فترة على فكرة. خلينا نشوف الخبر ده من القاهرة 24 عشان يأكد لك ان ده الهدف الرئيسي اصلا. رئيس الوزراء يوم 24/8: الانضمام للبريكس يتيح لمصر قروض ميسرة من بنك التنمية. فالكلام اللي قاله مصطفى مدبولي هو الكلام اللي قاله سيء الذكر امبارح، وهو الكلام اللي أكده النهاردة الصبح. الخلاصة انه الراجل ده رايح البريكس عشان يشحت يا جماعة، مش عشان اي حاجة تاني. وده اللي اشار له الاستاذ جمال سلطان في تغريدة على حسابه على تويتر، خلينا نقرأ مع بعض. قال ايه جمال سلطان؟ لا يذهب لأي مؤتمر إلا للتسول والشحاتة ومد اليد طلبا لعون المحسنين. كلمته في قمة البريكس لم تطرح أي خطط للتنمية أو الشراكة، فقط طلب مساعدة على مزيد من الاستدانة لكي يبني بها أطول ساري علم وأكبر كنيسة وأفخم مسجد وقصر على البحر لمتعته الصيفية. بؤس وتخبط لم تشهدهم مصر من قبل. فيبقى ده الكلام اللي قاله جمال سلطان على حسابه على تويتر. فالراجل يا جماعة رايح يشحط. طيب، إعلام المتحدة، إعلام المخابرات العامة بعد عباس كامل، الإعلام الناطق باسم سيء الذكر عبد الفتاح السيسي، قال إيه عن مشاركته في هذه القمة؟ تعال نشوف اليوم السابع. 5 مكاسب من مشاركة السيسي للمرة الأولى في قمة بريكس: تعزيز دور مصر الإقليمي في المحافل الدولية، دفع التعاون الثنائي مع دول المجموعة، وكمان بيقول تمثيل صوت الدول النامية مع طرح رؤية لحلحلة القضية الفلسطينية. يا باشمهندس، احنا مش رايحين نحلحل القضية الفلسطينية، احنا رايحين ننقذ القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مش عايزة حلحلة، القضية الفلسطينية عايزة انه سيء الذكر يتلحلح شوية. هي نفس الحروف والله. احنا مش عايزين حلحلة، احنا عايزين لحلحة. فالراجل المفروض يتلحلح شوية، يهم كده ويتعامل كأنه رئيس مصر، واخد بالك انت؟ فيروح يقول لهم احنا هنعمل 1-2-3-4 عشان لازم وقف اطلاق النار يحصل، ولازم المفاوضات ترجع، ولازم الاسرى الفلسطينيين يطلعوا، اسرائيل تنسحب من قطاع غزة. فلحلحوه يا جماعة، ما تحلحلوش القضية الفلسطينية، لحلحوا سيء الذكر هو وكل الحكام العرب، عشان القصة رايحة في مساحة مش كويسة. لكن الختام اللي عايز أختم بيه الفقرة دي الحقيقة، وهو نداء 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 خاص جدا للشيوخ، المشايخ، الدعاة، الأشاوس، المغاوير، الأصوات الرافضة للمشروع الإيراني المجوسي الفارسي الشيعي، الأصوات التي تدافع عن السنة وأهلها ومذهبها، الأصوات الجميلة العاقلة الرشيدة التي لا تخوض معركة يدفعون من خلالها أي ثمن، الأصوات الجميلة اللي لحاهم بتوصل لحد ركبهم، وعندما يبكوا اللحى بتاعتهم بتتبل من البكا، الجماعة، الأصوات الجميلة اللي لها متابعين، اللي بيظنوا أنهم بيدفعون هذا المشروع المجوسي الإيراني الفارسي، الناس اللي مش عايزة الجماعة يروحوا لحضن إيران وبيدفعوهم للحضن السني، اللي لحد دلوقتي ما حدش جاوبني عليه ولا قال لي الحضن السني ده محمد بن سلمان ولا عبد الفتاح السيسي ولا محمد بن زايد. إلى كل هؤلاء، بالمناسبة الفقرة دي أنا مش برد فيها على حد، لأن يعني لو كنت عايز أرد كنت رديت عليه من أسبوع على وليد إسماعيل يعني. لكن هو النداء ده لوليد إسماعيل في مصر، لمحمد الحسيني العمة الموسادية اللي بتطلع في قناة العربية واتكلمنا عنها مبارح، للراجل اللي اسمه البيلي اللي اتكلمنا عنه مبارح، لكل الأصوات الناعقة، مش لأنهم بيهاجموا إيران، هاجم إيران يا بيه، لكن لأن هم بينعقوا تجاه إيران وبيتحولوا لنعاج أمام السيسي وأمام محمد بن سلمان. حلو، الحمد لله العربي النهاردة لطيف جدا، لحلحة وحلحلة ونعاق ونعاج وحاجة جميلة جدا يعني. فالجماعة اللي هم بينعقوا هناك وبيتحولوا لنعاج هناك قدام الجماعة التانيين، أهديكم هذا الخبر. طلعوا لنا يا جماعة الخبر، السيسي بيلتقي مع مين؟ ما تبوظوش بقى الإفيه، طلعوا الخبر بسرعة. على هامش بريكس، السيسي والرئيس الإيراني يلتقيان خلال قمة ثنائية على هامش البريكس. طيب،
عزيزي الدافع الرافع، عزيزي صاحب القصف الجبهات وليد إسماعيل، قد كرست حياتك يا وليد لمهاجمة من يلتقون بإيران، من يعبثون مع المشروع الإيراني، من يهددون أبناء السنة هنا وهناك. إليك يا وليد، رئيسك، رئيس البلد الذي تقيم فيها، التقى بالرئيس الإيراني، التقى بأحد رؤوس الشر، بأحد رؤوس المشروع الإيراني المجوسي الفارسي. إنه يدفع المصريين يا وليد إلى الحضن الإيراني، فعليك به. هتقول لي ما أنا قلت لك الفيديو اللي فات أنت عايزنا أتكلم عشان أتحبس. إذن فأنت تؤكد ما ذهبنا إليه في المرة الأولى، أنك تخوض المعارك التي لا تدفع فيها أي ثمن. برافو يا وليد. نفس الكلام للعمة الموسادية في قناة العربية السعودية، المدعو محمد الحسيني. يا محمد، يا من رفضت أن تورطك حماس وأبا عبيدة وغيرهم إلى المشروع الإيراني ودعمه والوقوف بصفه، ها هو عبد الفتاح السيسي يلتقي بالرئيس الإيراني. فحدثنا عن انتقادك للرئيس السيسي على قناة العربية السعودية. ما هو يا جماعة، يا إما تعلوا صوتكم دلوقتي وتتكلموا، خليني بقى أكلمكم باللغة اللي بتفهموا بيها، بالعربية فصحى بلا بتاع، يا تطلعوا دلوقتي كده تعلوا صوتكم وتسمعونا كده أصواتكم الجميلة وفيديوهاتكم اللطيفة وانتوا بتنتقدوا الرئيس المصري اللي بيقابل الرئيس الإيراني وتقولوا له لا عيب ما يصحش، يا إما تخرصوا خالص بقى وما تتكلموش. لما يروح يقابل برضو أمير السعودية ولي عهدها ولا وزير خارجية السعودية يلتقي مع نظيره الإيراني، برضو سمعونا صوتكم يا جماعة، ولا هي القصة بتمشي إزاي؟ بس عشان نبقى فاهمين والله، يعني هو عادي أسيادكم ووزراءكم ورؤسائكم يلتقوا مع هؤلاء الإيرانيين الشيعة المجوس الفارسيين اللي بيهددون في ديننا وعقيدتنا، وأي حد تاني بيقرب من إيران لا ما يصحش؟ حلال هنا وحرام هناك؟ يعني أفتونا في رؤيانا لو سمحت، لأن احنا رأينا سيء الذكر يلتقي مع نظير الإيراني. فهذا نداء والله لا أزايد به على أحد مرة أخرى، ومش مستني رد من حد بالمناسبة زي المرة اللي فاتت، بس ده تأكيدا للي كنا بنقوله قبل كده، إن هذه الأصوات هي أصوات ناعقة ضد إيران، ولها وجهة نظر عقائدية شرعية يحترمها الكثيرون، ولكنهم يتحولون إلى نعاج عندما يقترب أحد رؤسائهم أو ملاكهم أو أمرائهم أو أولياء نعمتهم من الرؤساء أو وزراء الخارجية في إيران، ساعتها بيقلبوا نعاج ومش بيتكلموا عن أي حاجة. في قوة أمريكية بتستعد عشان تيجي مصر عندها مهمة عسكرية. إيه الحكاية دي يا جماعة؟ الخبر هو من موقع الحرس الوطني الأمريكي، بيقول فوج مشاة من قوات الحرس الوطني في ولاية أوريغون يستعد لمهمة في مصر. الجيش الأمريكي أعلن أنه سوف يرسل جنود من الحرس الوطني في ولاية أوريغون للمساهمة في القوى متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء التي تشرف على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. كان في مراسم خاصة لتعبئة 200 جندي من الحرس الوطني من فوج المشاة 18 للانتشار في شبه جزيرة سيناء. تعالوا نشوف كده تفاصيل أكتر عن هذه القوة متعددة الجنسيات وجايين يعملوا إيه بالضبط في مصر. المصدر زي ما حضراتكم شايفين كده، قوات الموقع الإلكتروني قوات حفظ السلام، صحيفة العرب الجديد، وموقع المصري اليوم. قوة المراقبين والقوى المتعددة الجنسيات تأسست عام 1982 تطبيقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي منظمة دولية لحفظ السلام تقع في سيناء. هناك تحالف دولي منذ عام 1982 بتقود الولايات المتحدة الأمريكية، بيتولى هذه المسؤولية ويتقاسم التكاليف مع الموقعين على المعاهدة. القوة دي قوامها تقريبا 1700 جندي بالإضافة لطاقم المراقبين المدنيين الأمريكيين. التأكد من الامتثال للأحكام الأمنية الواردة في معاهدة السلام دي من أهم المهام بتاعتها. مصر وأمريكا وإسرائيل بيتحملوا تكاليف إنشاء هذه القوة وبعض المساعدات اللي بيتلقوها من الدول الأخرى. مصر دفعت
قد إيه تقريبا من سنة 2000 لسنة 2021 في القوة دي؟ تقريبا نص مليار دولار، تقريبا كده 482 مليون دولار. والولايات المتحدة وإسرائيل تقريبا برضو تحملوا نفس التكلفة في الفترة دي. أعداد قوات حفظ السلام في سيناء زي ما حضرتك شايف كده، كل دولة وكم شخص منها موجود في هذه القوة، والتوزيع بتاع القوة متعددة الجنسيات في سيناء. احنا بنتكلم عن اتفاقية السلام، اتفاقية روما لإنشاء القوة الدولية، فانت بتتكلم ان القوة دي تقريبا بتعمل نقاط تفتيش، دوريات استطلاع على طول الحدود الدولية وعلى الخط به والمنطقة المنطقة جيم، وليها عدد من الدوريات وليها عدد من المهام المتعلقة بمتابعة يعني التحقق من شروط اتفاقية الأمم المتحدة. وكمان في أنه القوة دي لا تتبع الأمم المتحدة وفقا لمجموعة من البنود هتناقش فيها مع ضيفي، ليه القوة دي جاية دلوقتي، علاقتها بالتوتر الموجود، علاقتها بمحور فيلادلفيا، بالكلام اللي كنا بنتكلم عنه الأسابيع اللي فاتت عن التوتر ما بين مصر وإسرائيل. خليني أنقل هذه المعلومات إلى ضيفي عبر سكايب من واشنطن، عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي المصري. عبد الرحمن أهلا بك. أهلا بك دكتور أسامة وأهلا بالسادة المشاهدين. ما الذي نعرفه لم أذكره في هذا التقديم أو هذه المقدمة عن هذه القوة الأمريكية؟ يعني هي القوة كما قال نائب رئيس أو مساعد رئيس الحرس الوطني في ولاية أوريغون، نحن نعلم أن كل ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية لها الحرس الوطني الخاص بها، كما قال أنها هي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط ومراقبة ما يجري في سيناء. لكن الملاحظة الأهم التي يجب أن نعلمها أن القوة الأمريكية الرئيسية التي هي مكونة من 452 هي تتواجد أغلبها في جنوب سيناء. لا نعلم إذا كانت ستكون هذه القوة ضمن المنطقة الحدودية الخاصة بمحور فيلادلفيا في الشمال بشكل مكثف أو بشكل كامل، بحيث تكون هذه قوة إضافية مخصصة فقط لمنطقة محور فيلادلفيا وحولها، أم أنها ستنضم إلى قوة الجنوب. يبدو الظاهر في الأمر والظاهر والواضح لنا أنها يبدو أنها ستكون في الشمال، ونحن ركزنا هنا في البرنامج مع حضرتك على فكرة الإلحاح الخاص ببعض المراكز الدراسات الأمريكية التابعة للوب الصهيوني أو القريبة من إسرائيل في تناول موضوع محور فيلادلفيا، والإصرار على فكرة ما بين قوسين أو تلميحات على أن تمت انتهاكات له خاصة من الجانب المصري، وذلك عبر مركز دراسات الشرق الأدنى. ورأينا ورقة السياسات الأهم لديفيد شينكر الذي كان مساعد وزير الخارجية السابق في آخر عامين لترامب، الذي يصنف بالصهيوني الناعم في واشنطن، ومعه ضابط الاتصال السابق في الجيش الإسرائيلي مع بعض الجيوش العربية في المنطقة. ورجدنا كيف أنهم يلحون على وجود قوات متعددة الجنسيات إضافية من الجانب المصري لمراقبة محور فيلادلفيا. فأنت حضرتك تعلم أكثر مني أن كما أن في الحروب تقوم المدفعية بتمهيد الطرق لتقدم المشاة، فمراكز الدراسات وبعض وسائل الإعلام تقوم بعمل المدفعية لتهيئة الأجواء لتطبيق أشياء معينة على الأرض. وبالتالي كان من المهم جدا، وهذا يعني ذكاء صحفي من البرنامج، أن يتناول هذا الخبر رغم أنه يبدو بريئا. يعني هي هناك قوة متعددة للجنسيات، يمكن أن يكون هناك تعزيز للقوة هناك بالفعل 452، فلماذا لا يكون الأمر مجرد دعم إضافي؟ لكن عدم ذكر المكان بالتفصيل وذكر المهام الإضافية لهذه القوة يجعلنا نقلق ونتحسس رؤوسنا ونتساءل ما إذا كانت ستكون في الشمال أم في الجنوب لسيناء. هذا يعني فارقا كبيرا، لأن في الجنوب المسألة برمتها على المستوى القانون الدولي والخرائط الدولية والموضع في الأمم المتحدة مسألة مصرية إسرائيلية بحتة. الإشكال كله يأتي في مسألة محور فيلادلفيا الذي هو مصري فلسطيني، وهناك اتفاقية إضافية بشأنه تناولناها عام 2005 تسمى اتفاقية المعابر، حينما قامت إسرائيل بمسألة فك الارتباط عن غزة، حينما انسحب أرييل شارون من غزة عام 2005. وإلى الآن الموقف الرسمي المصري هو رفض أن تتعامل مع جهة أخرى من الجانب الآخر إلا أن تكون سلطة فلسطينية. الأمر الآخر الذي يجب أن نعلمه أيضا أن هناك مهام مدنية يتولاها أمريكيون فقط، إما متقاعدين من الجيش
أو معارين من وزارة الخارجية ما بين قوسين، هذا ليس مذكورا، لكن ما بين قوسين أنا أحلل، ربما يكونوا أفراد استخباراتيين، لأن مسألة المهام المدنية الخاصة بالأوبزرفيشن أو المراقبة لتطبيق كل مهام هذه القوة هم أمريكيون فقط، وهم إما متقاعدون من الجيش أو إيه تفصيل المهام دي يا عبد الرحمن؟ يعني إيه مراقبين؟ بيراقبوا إيه؟ هم يراقبوا تنفيذ الإجراءات على الأرض، بمعنى أنهم مثل موجه التربية والتعليم الذي يذهب ليراقب المدرسين في إتمام مهام تعليمهم. فهذه القوة لها نقاط تفتيش، لها أبراج رؤية، مثل قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان. لكن الفرق أن هذه القوة ليست تابعة للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة حينها لم يوافق مجلس الأمن على تشكيل قوة من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاقية السلام ما بين إسرائيل ومصر في سيناء وفي المنطقة دالة التي هي رفح الفلسطينية. وبالتالي مصر وإسرائيل وأمريكا شكلوا لجنة وشكلوا لجان لخلق هذه القوة فيما بينهما، بالإضافة إلى الدول التي ترغب في المشاركة والتي حضرتك استعرضت أسمائها، وبعدها يطلع بمهام في البحر مثل إيطاليا، بعدها يطلع بأشياء لوجستية. القوة الأمريكية هي قوة مشاة بالأساس كما أشرت، وقوة طبية وقوة لمساعدة الكشف عن الألغام وما إلى ذلك. وبالتالي هذه القوة المدنية هي تشرف على كل هؤلاء وتراقب تصرفاتهم، وهي قوة أمريكية فقط. لا أعلم لماذا هي قوة أمريكية فقط، لأنهم هم فقط القابلون لدفع رواتبهم، أم لأن أمريكا اشترطت هذا بوصفها الراعي ما بين قوسين لعملية السلام ما بين مصر وإسرائيل في السبعينات، واتفاقية كامب ديفيد 78 واتفاقية السلام 79 وإنشاء هذه القوة التي جرى برعايتها. لكن أنا شخصيا يعني حينما رأيت طبيعة هؤلاء المراقبين شخصيا طرأ في رأسي تساؤلات كثيرة حول الطبيعة الحقيقية فوق مسألة طيب الرقابة الإدارية. من يومين تقريبا كنا بنناقش كتاب أو صفحة من كتاب الحرب لبوب وودورد، واتكلمنا فيه على لقاء عبد الفتاح السيسي بأنتوني بلينكن بعد 7 أكتوبر، وأن السيسي طرد أو طلب من مستشاري أو مساعد بلينكن بالخروج، وأخبر أنتوني بلينكن نصا أن أولوية مصر تتعلق بالحفاظ على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فقط، لا أولوية أخرى لمصر. هل القوة دي أو وجود القوة دي بالشكل اللي وصفته بتصب في اللي قاله السيسي لبلينكن وفقا لكتاب الحرب؟ هي ربما تصب في إرضاء الجانب الإسرائيلي، وتصب ربما في أن تكون مقدمة لتواجد أمريكي أكبر في سيناء، لأنه ما ادعى لوجود 200 عسكري إضافيين، خاصة إذا تم نشرهم في شمال سيناء أو بالقرب من محور فيلادلفيا. هذه طريقة غير مباشرة لإقناع الشارع المصري الذي يغلي بسبب الموقف المصري الرسمي السياسي من القضية الفلسطينية، في عدم التعاون مع يعني الفلسطينيين والتعاون أكثر مع الإسرائيليين فيما يتعلق بالمساعدات في أول الحرب، أو إخراج الفلسطينيين الذين يرغبون في العلاج أو النجاة بأنفسهم من الإبادة الجماعية من إسرائيل عبر آلاف الدولارات وما إلى ذلك. هذا بطبيعة الحال رأيي أنه يصب في أبعد من مسألة الحفاظ على اتفاقية السلام، أو أنه يقدم هذا العربون بالموافقة على أشياء كهذه مقابل مسألة اتفاقية السلام، أو يعني التأكيد على أنه يحافظ على اتفاقية السلام. بطبيعة الحال هم يستطيعون أن يناوروا سياسيا ويقول هذه قوة طبيعية ويمكن زيادة العدد والتوترات تستهدف هذا، كل هذا بطبيعة الحال صحيح يعني، لكن هو حق قد يرد به باطل إذا رأينا هذه القوة منتشرة في الشمال. لماذا تنتشر في الشمال؟ لماذا نريد قوات إضافية؟ أليس الجيش المصري لديه قوات إضافية؟ هل الجيش المصري لا يستطيع أن يحمي أي نوع من أنواع التعديات الإسرائيلية، أم أنها قادمة لمراقبة المصريين؟ والتأكيد لأن ديفيد شينكر اتهم مصر بأنها خرقت اتفاقية المعابر وأنها لا تلتزم بما اتفق عليه في المنطقة جيم الخاصة بمحور فيلادلفيا. وكما قلت ديفيد شينكر هو أحد عرابي الصهاينة في واشنطن، ويسمى بالصهيوني الناعم والصهيوني اللطيف، ورأينا نوع من أنواع المطالبات بوجود قوات. فلماذا تكون هذه الزيادة الآن في حين أن الجيش المصري استعرض قوته في حلقة تناولناها هنا، وأنه قادر على حماية الحدود وقام بتعلية الأسوار، ورأينا رئيس الجيش رئيس الأركان يتفقد المنطقة؟ فلماذا نحتاج هذا؟ هل نحن في بصدد الموافقة على وجود رقابة أعلى أو أقوى؟ بطبيعة الحال كما قلت هذه كلها أسئلة هامة، لأنهم لديهم حق نظري لكن يراد به باطل، لأن السياق بطبيعة الحال يحكمنا
في تحليل الأمور. طب في نقطة مهمة عبد الرحمن الحقيقة أنا مش قادر أفهمها، يعني من انتهك اتفاقية السلام، من اعتدى على محور فيلادلفيا، من احتل معبر رفح هي إسرائيل. يعني من الناحية المصرية بعد 7 أكتوبر لا يوجد خرق واحد لاتفاقية السلام. لو اتكلمنا مثلا عن التشكيلات الجيش الثاني اللي راحت، عن الاستعراض العسكري اللي حصل ورئيس الأركان راح هناك، ممكن يعد هذا خرقا في عدد الدبابات في عدد الجنود، تمام، ممكن مصر تكون تجاوزت في حاجة زي كده. هذا لا يعد خرقا، لأن مصر وإسرائيل منذ مسألة الإعلان بالحرب على الإرهاب، الطيران الإسرائيلي، وأنا حضرت جلسة استماع في الكونجرس في إبريل 2018 وتحدث فيها إبراهامز، الرجل الذي هو عمل مستشارا في الإدارات الأمريكية كثيرا، لا أتذكر اسمه الثاني، ولكن أنا نشرت هذه الجلسة وهي مشهورة، هي أشهر جلسة استماع عن مصر، تحدث عن أن الطيران الإسرائيلي يدخل إلى سيناء لضرب أهداف ما بين قوسين إرهابية، وبالتالي هناك اتفاق أساسا ما بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي بتعزيز حجم القوات بسبب المخاطر والتهديدات الأمنية، وبالتالي مصر لم تخرق هذه الاتفاقية ما بين الطرفين، بل بالعكس الذي خرق اتفاقية إدارة المعابر ولم يسمح بتواجد الجانب الفلسطيني هو الجانب الإسرائيلي، ولذلك مصر هنا وهذا موقف جيد حتى الآن ملتزمة بأن من الناحية النظرية ملتزمة بأنها تتعامل على الجانب الآخر مع الجانب الفلسطيني، لأن غزة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي هي أرض فلسطينية، وما تقوم به إسرائيل وصفته الأمم المتحدة بأوصاف كثيرة منها أنها صنفت إسرائيل من أسوأ الجيوش التي تنتهك حق المدنيين والأطفال، ورأينا جميع الانتقادات من ممثل الأمم المتحدة للجيش الإسرائيلي وانتهاكاته في رفح وفي كل غزة، وبالتالي مصر لم تنتهك هذه الاتفاقية، وبالعكس هي تعاملت بالمثل، والذي لا يتعامل بالمثل في هكذا حالة هو شخص ساذج، وبالتالي مصر لم تخرق هذه الاتفاقية، بالعكس إسرائيل هي التي خرقتها وهي التي دخلت بالمعدات الثقيلة ودخلت بالدبابات، في حين أن الاتفاقية لا تقول أنه يجب أن يكون هناك دبابات، ولا أعلم إذا سمحت لها مصر أم لا، كما قلت هناك اتفاقات أمنية بينية ما بعد 2005، لا أتحدث عن اتفاقية المعابر 2005، اتفاقات بينية منذ ما سمي بالحرب على الإرهاب في تواجد مكثف للقوتين، ما مدى، ما حدوده، ما هي الأدوات، ما هي الآليات، لأي مدة، هذه كلها تفاصيل. طيب ما أنا كان سؤالي عبد الرحمن، هي القوة دي منوط بها مراقبة مصر بس؟ يعني المفترض أن في قوة من الجهة التانية، أنا فعلا بسأل والله، القوة دي جاية تراقب اتفاقية السلام والالتزام بيها من الطرف المصري بس، ولا بتراقب من الطرف الإسرائيلي كمان؟ للأسف مقر هذه القوات في سيناء، يعني وانا شخصيا لا اعلم لماذا وافق نظام مبارك والسادات، لانها المشاورات بدات في هذا الامر منذ 78 79، تم التشكيل 82 بعد وفاه السادات، لكن في هذا الفتره سواء السادات مبارك النظام المصري حين لا اعرف لماذا وافق بان تكون هذه القوات متواجده في سيناء، لماذا لا تكون متواجده على الجانبين، على الرغم ان هناك مكتب تنسيق الرئيسي في روما وهناك مكتب تنسيق في القاهره ومكتب تنسيق في تل ابيب، فلماذا لا تكون هناك قوه موجوده في الجانب الفلسطيني او المنطقه دال؟ هذا سؤال يعني يحتاج الى خبير عسكري او شخص حضر المفاوضات، لانني حينما بحثت فيه يعني لم اجد اجابه كافيه، لانه كما قلت يعني سؤال منطقي جدا، وبالتالي فكره وجود 200 جندي اضافي هل وافقت عليها مصر؟ لان هذه القوه شكلت باتفاق بين مصر وامريكا واسرائيل، هل وافقت عليهم مصر؟ هل من حق امريكا ارسالهم دون التنسيق مع الاطراف الاخرى؟ لذلك قلت خلال طرحك للسؤال ربما تقطع الصوت، قلت يجب ان يكون هناك شرح من الجانب المصري لماذا سمحت، او هل ليس من حقها ان تسمح أن تقرر الولايات المتحدة من نفسها أن ترسل من ينتمون إلى الجيش لهذه القوة، خاصة كأنني كما قلت هي ليست قوة تابعة للأمم المتحدة، هي قوة شكلت باتفاق ثلاثي ثم انضمت دول أخرى ترغب في المساعدة والمعاونة. دي نقطة غاية في الخطورة عبد الرحمن، يعني إحنا دلوقتي صحيح محتاجين نعرف إن أمريكا تبعت 200 عسكري من عندها، ده لازم يكون بإذن السلطات المصرية ولا لأ؟ أمريكا ممكن تقرر إنها تزود أو تقلل أو تعمل أي حاجة في القوة دي من غير ما ترجع لمصر. وأيضا مكان تموضعهم كما بدأت، هل التموضع على محور فيلادلفيا أم التموضع في الجنوب حيث المقر الرئيسي؟ بطبع هم منتشرون طبقا للمهام، يعني سيناء 215 كيلو متر الحدود، يعني 15 كيلو أو 14 وبعض مئات الأمتار مع فلسطين،
والمئتين أو 201 مع إسرائيل. وبالتالي المهام متوزعة كما رأيت مع دول كثيرة جدا، الأرقام متفاوتة، المهام متفاوتة، لكن في نهاية اليوم هذه أراضي مصرية ذات سيادة مصرية، وهذا الأمر ليس مفروضا من قبل مجلس الأمن. بالعكس، مجلس الأمن رفض أن يشكل هذه القوة حينها. وبالتالي أظن الشخصي أن مسألة السيادة ما زالت مصرية، وأن هذه القوة لا أعتقد أن لها القوة السياسية أن تتحرك دون التنسيق مع الجانب المصري، خاصة أنها ليست موضوعة على الجانب الآخر، وكأن الطرف المشكوك فيه هو الطرف المصري. وبالتالي للأسف الشديد بسبب أحداث كثيرة تم التعمية على دور هذه القوة، ولأنها ارتبطت بمعنى السلام وما إلى ذلك والأمور كانت هادئة، لا نعلم تحديدا ما هي التفاصيل الخاصة بتواجدها ومن يقرر زيادتها، لأي مصر يمكن لها، لأي حق لمصر أن تقرر أن تطرد هذه القوات إذا شكت في أنها لا تلعب أدوارا نزيهة أو محايدة. طيب أنا خليني أؤكد على بعض المعلومات اللي قلتها عبد الرحمن، أنه المخيم العسكري للقوات متعددة الجنسيات الجنوبي هو الأصغر، بيقع قرب شرم الشيخ في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، ويعد بمثابة قاعدة لعملياتها في القطاع الجنوبي من المنطقة جيم. في وحدة للدوريات الساحلية من إيطاليا زي ما قلت، ودي وظيفتها ضمان حرية الملاحة البحرية عبر مضيق تيران. الوحدة دي متمركزة في ميناء شرم الشيخ بالقرب من معسكر الجنوب، تتكون من 3 سفن دورية وطواقمها وعنصر دعم، وحدة أمن بحرية لتأمين الدوريات الساحلية. السعودية اعترضت على ده تحديدا أثناء تسلمها جزيرتي تيران وصنافير، وتم سحب القوى الدولية إلى معسكر القوى الموجود في شرم الشيخ في جنوب سيناء. لو ليك تعليق على هذا التوزيع. يا نعم، أنا يعني هذا التوزيع برأيي الشخصي أنه توزيع يعني بطريقة أمريكية، بمعنى أن حتى الآن لم نسمع عن الدور المصري الخاص بتوزيع هذه القوات. هل لمصر الحق في اشتراط هذه القوات أم لا؟ من يقرر أن هذه القوى البحرية تكون من إيطاليا؟ بالطبع هذا أمر يتم التوافق عليه، لكن أنا تعليقي الرئيسي أن هناك مع وجود هذه الحرب ومع وجود الخطر الإسرائيلي على الحدود المصرية والتصريحات المتصاعدة من مراكز أبحاث صهيونية في أمريكا تلح على محور فيلادلفيا مع اتهامات هجاري المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصريحات نتنياهو وتصويره والتقاط صور في بعض الأنفاق التي يقال أنها موجودة في أسفل محور فيلادلفيا، وأن مصر تتواطأ ولن تغلق وما إلى ذلك، هذا كلها مقدمات لأعمال. يعني هذه التصريحات لا تقال من باب تضييع الوقت وليس من باب البروباغندا، هذه تخرج من شخصيات مسؤولة، من مساعد وزير خارجية سابق إذا جاء ترامب ربما يعود مرة أخرى للوزارة بشكل رسمي، حينما لا نسمع صوته من الجانب المصري، حينما لا نرى شرحا في القنوات المصرية يتحدث ليس عن الدور الامبيجوس أو الغامض لهذه القوات، ويتحدث بالتفصيل ما دور مصر، هل من حق مصر كذا، ويفصل ويشرح للمواطن، هذا كله يضع علامات استفهام على من يتحكم في المشهد في سيناء. وحينما ترى أسماء الدول بالمناسبة سترى فقط دولة عربية واحدة هي العراق، ولا أعلم هل انضمت حديثا أمها كان سابقا، لأنه في الثمانيات كان صدام، ووقتها كان هناك نوع من أنواع الحصار على مصر من بعض الدول العربية. وحينما اتبعت أسماء الدول أغلبها دول حليفة، يعني ثاني أقوى قوة ربما من فيجي، وفيجي معروفة أنها يعني التابع رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، ربما أكثر من ألمانيا وبريطانيا واليابان كدول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وتدور في فلك سياستها الخارجية. وبالتالي نحن نرى قوة رئيسية أمريكية، يعني كانت أمريكا أو فيجي التي هي يعني سب أمريكا أو يعني جزء من التحرك الأمريكي، نرى قوة أكبر من أمريكا. وبالتالي هنا وأمريكا لديها موقف ليس محايدا مساندا لإسرائيل بشكل أعمى في هذه الإبادة الجماعية، فهذا يقلقنا كمصريين. وبالتالي من خلال برنامجك أتمنى أن يتلقف الإعلام المصري ويشرح للجمهور، يعني لا أريد أن يهاجم أو يدافع، بل يشرح بالتفصيل وبالمعلومات، لأنهم فقط الذين لديهم القدرة على يعني استنطاق الجيش إن أراد، وشرح هذه الاتفاقية ودور مصر وماذا يمكن مصر أن تفعل، ولماذا هذه الأعداد الآن 200، وأين ستفزعون، وهل هذا مقدمة لما قال به ديفيد شينكر بأن تكون دول الموقعة على اتفاقات إبراهام وهي الإمارات والبحرين يجب أن تكون شريكا، فهل هل يمكن إضافة دول أخرى مثل هذه الدول فتأتي تحت عباءة هذه القوة؟ لأننا قد نرى إضافة لدول، ونرى أن هذه القوات ليست قادمة لإدارة المعبر، إنها قادمة كقوات حفظ سلام المشكلة. وبالتالي البروكسي أو الحصان طروادة
لاختراق سيناء من قبل قوى معادية له أشكال كثيرة، ولا يجب أن نلتفت إلى الكلام المعسول. نحن نريد شفافية ونريد تفاصيل، فالشيطان يكون في التفاصيل. هذا إن أراد الجيش المصري والنظام المصري أن يجعلنا مطمئنين على الأمن القومي المصري. أشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب. طيب بعد شوية مش كتير الأهلي والزمالك هيلعبوا في الإمارات نهائي السوبر المصري، وبأمانة يعني أنا واحد بتفرج على كرة من وأنا تقريبا عندي 5 سنين، يعني تقريبا أول مرة اتفرجت على كرة كنت مهتم كان كأس العالم 90، وفاكر كويس يعني كان العيلة فيها ناس بتحب الكرة قوي، ففاكر أن أول عهدي بالكرة المصرية كان كأس العالم 90، وبعد كده كبرت وانا بتابع كوره كويس وبلعب كوره وبحب اتفرج على الكوره سواء محليه او عالميه. الحقيقه ماتش النهارده بالنسبه لي هو حدث مقرف، حدث مقزز، اشعر بالغثيان. انا هنا مش بتكلم عن اي حاجه بتحصل حوالينا، مش بتكلم عن غزه والدماء اللي موجوده والاباده الجماعيه، كل ده طبعا وارد انك يعني تتفرج على كوره او تهتم او تشجع وتتعصب والكلام ده وده بيحصل، ده أكيد إحنا متكلمين فيه قبل كده، لكن أنا مش بتكلم على ده خالص. بتكلم دلوقتي على الكورة إن هو لا يا عمي مفيش غزة ومفيش إبارة جماعية في الظروف الطبيعية جدا، مفيش أي حرب حوالينا ولا شهداء ولا أي حاجة، إحنا طبيعيين جدا ورايحين نلعب في الإمارات لسبب أنا مش عارفه أو يمكن عارفه. وبعدين حصل اللي حصل. لعيبة من الزمالك في ماتش قبل النهائي اعتدوا على فرد أمن أو مدير الأمن بتاع الاستاد في الإمارات اللي هو مواطن إماراتي. اتقبض عليهم. هيتحقق معاهم في قانون، في دولة قانون، كل الكلام ده على العين والراس. بدأت الجماعة في الزمالك هننسحب كلام فارغ ما كانوش أي داعي. بعدين بدأ الأهلوية حفلوا على لعيبة الزمالك كلام فارغ ملوش أي داعي. القصة مش أهلي وزمالك، تكلم على مواطن مصري محبوس في بلد آخر في بلد أجنبي. بعدين الجماعة في الإمارات عملوا حركة بصراحة عرة قوي حركة رخيصة جدا. يعني قال لك هيتحقق معاهم لحد جلسة 29 اكتوبر، كويس، فهيتحبسوا. بعدين امبارح سربوا الصورة بتاعت لعيبة الزمالك وطلع الهاشتاج مين اللي سرب الصورة او اللي سرب الصورة، كان كلمة مفتاحية في تويتر. انا الحقيقة عايز اسأل جمهور الاهلي والزمالك اللي رايحين الاستاد دلوقتي، انتوا رايحين تعملوا ايه؟ رايحين تفرجوا على ايه؟ بأمانة والله اللقطة اللطيفة والجميلة والمذيعين اللي هيطلعوا يقولوا لك مصر يا أم الدنيا، المذيع الإماراتي اللي صوته مبحوح شوية بيطلع يعلق على الماتشات دي، مصر أم الدنيا إيه؟ ما أنتوا هنتوها، ما أنتوا لما سربتوا صورة لعيبة الزمالك بالشكل ده أنتوا هنتوا مصر أصلا. القصة لا أهلي ولا زمالك ولا كورة ولا يحزنون، القصة إن اللي حصل من الإمارات قلة أدب، اللي حصل من الإمارات قلة أصل، قلة قيمة، ما يصحش يا جماعة. انت عندك دولة قانون وهتحاكم الناس وهتحاسبها، تحترم نفسك وتحترم قانونك وتحترم دولتك وتحترم الناس اللي انت قابض عليهم لان هم متهمين وبيخضعوا لقانون. انما انك تسرب الصورة في جزء من الاهانة، ده هيرجعنا للجزء الاول، مين اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ ها مين يا جماعة اللي وصلنا للمرحلة دي؟ اللي حارب الجمهور في مصر، اللي خايف من الجمهور في مصر، اللي حبس الجمهور في مصر، اللي ضيق على الجمهور في مصر، اللي خلى المخابرات تعمل شركة تذكرتي وجاب شركة اسمها الشركة الأفريقية عشان تهين الجمهور اللي داخل الاستاد في مصر. فأصبحنا عشان نعمل ماتش زي ده يجي طال عمره تركي الشيخ يشتري ماتش السوبر الأفريقي نلعبه في الرياض، ويجي طال عمره محمد بن زايد يشتري السوبر المصري ونلعبه في الإمارات، ففي جالية مصرية كبيرة في الإمارات وفي السعودية، فيبقى ماتش جماهيري خطير جدا وأجواء أوروبية ومذيعين مبسوطين واستوديو تحليلي والبس يا ابني السماعات وبس. إيه يا جماعة الكلام ده؟ ما نلعب في بلدنا، ما نلعب في استاد القاهرة، ما نرجع زي الماتشات اللي كنا بنتفرج عليها طول عمرنا. أفضل ماتش نهائي كاس مصر في تاريخ الكرة المصرية 4-3 لما كان مدحت شلبي بيعلق عليه، وكان عمرو زكي وشيكابالا وجمال حمزة، وكان في الأهلي كان عماد متعب وأبو تريكة وأسامة حسني 4-3. ما اعرفش كان ماتش 2007 ولا 2008 مش فاكر السنه بالظبط. كان عندنا ماتشات كوره، كان عندنا جمهور كوره، وكنا محترمين نفسنا ومحترمين ناسنا ومحترمين كرامتنا، بدل قله الادب اللي حاصله هناك دي. الجماعه هناك مش بيتعاملوا معاك ان هم مقدرينك، الجماعه هناك بيتعاملوا معاك ان انت لقطه حلوه، بياخدوا من وراك لقطه لطيفه. تعال الامارات جايبه الاهلي والزمالك يلعبوا عندهم، السعوديه جايبه الاهلي والزمالك يلعبوا عندهم.
تعالوا نشوف مجموعه من الاخبار عن الماتش اللي هيتلعب كمان شويه، واللي انا الحقيقه زي ما قلت مستاء جدا من الجمهور اللي هيتفرج ومن الناس اللي على السوشيال ميديا اللي هتقعد تطلع ترندات باسماء اللعيبه وبالنتيجه وبالقرف والكلام ده كله. والشباب بتوع الزمالك محبوسين، هم غلطانين، بس اللي حصل من الامارات امبارح كان يستوجب ان الاهلي والزمالك ينسحبوا النهارده ويروحوا مصر لو في ذره كرامه عند اي مسؤول رياضي سواء محمود الخطيب او حسين لبيب. انا بقول لحضرتك اهو، لو في مواطن مصري عنده دم في المنظومه الرياضيه او السياسيه كان سحب الفرقتين دول امبارح اول ما الصوره نزلت، وكانت الامارات اللي تطلع بيان اعتذار مش نادي الزمالك اللي طلع بيان اعتذار النهارده. الغلط على الفريقين يا جماعه، الغلط على المنظومه كلها، الغلط على اللي بيحكم البلد واللي رخصها للي يسوى واللي ما يسواش للاسف يعني. طيب اليوم السابع، استمرار حبس ثلاثي الزمالك في الامارات وصدور حكم المحكمه 29 اكتوبر. مصطفى شلبي، نبيل دونجا، وعبد واحد السيد مدير الكوره هيفضلوا موجودين ل يوم 29 اكتوبر. نادي الزمالك طلع بيان بيعتذر فيه لدولة الإمارات، بيعرب عن أسفه الشديد بسبب الأخطاء غير المقصودة من أي فرد من أفراد البعثة، وقال إن الزمالك النادي هيتخذ إجراءات صارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية لردع كل من شارك في هذه الأزمة، وأكد الزمالك مشاركته في المباراة النهائية للسوبر أمام الأهلي، وأكد أيضا تقديرهم واحترامهم الشديد والمتناهي لدولة الإمارات العربية الشقيقة. طيب خلينا نشوف مجموعة من التغريدات والتعليقات سريعا كده. مرة تانية يا جماعة فيش أي تعنت من السلطات الإماراتية تجاه الزمالك أو أي ضيف في الإمارات، دي حقيقة في قانون بيتطبق على الجميع. لاعبتنا مسؤولين لازم يفهموا كده، سلموا لي على العيال اللي مش عارف إيه في حسين الشحات والكلام ده. واحد معرفش الزملاء جابوا لي أصلا في البرنامج عشان نتكلم على التويتة بتاعته، حتى مش عايز أقول اسمه. من اللي بعده نسمع عمرو اديب قال ايه، المواطن السعودي عمرو اديب. ويمكن حضراتكم ناس كتير تعرف انه في دوله الامارات العربيه الشقيقه مفيش هزار في القانون، مفيش هزار. لو انت معتدي هتتعاقب، لو انت مين، لو انت مظلوم هيتم الافراج عنك. القانون له السياده في دوله الامارات العربيه، وبصراحه ملوش دعوه ده اهلي ولا زمالك ولا مين. لو انت أثبتت الفيديوهات والتحقيقات أنك معتدي على هذا المنظم يجب أن تدفع الثمن. ده عمرو أديب. إبراهيم فايق وتامر بدوي يا ترى قالوا إيه؟ تعالوا نسمع. في عندنا مثل في مصر بيقول لك إيه؟ قول بيه. يا بخت من زار وخفف. إحنا خففنا؟ لا إحنا تقلنا. وضيوفته قال صح؟ صح. ايوه تضحك ليه؟ قلقان مني. قلت لك بلاش. ما انا قلت لك بلاش، اصل ربنا عارفه بالعقل. ايوه راجل الامن، هل هو مثلا اللي طلع جابك من المدرج وعمل معاك المشكله؟ لا. طيب هنفرض انه بيتلكك لك، مش معنى في اللحظه دي، يعني مش معنى مثلا سايبك خلال ال 90 دقيقه وجي عند لقطه الفار الكره جول ولا مش جول وحب يعمل معاك مشكله، وش معنى انت؟ فلا يا اخوانا لازم بص تعليم. تعلم. عاوز تعلم؟ علم حاجه ثانيه، الاتزان. حضرتك واخد بالك من حاجه؟ تامر بدوي شغال فين؟ في السعوديه مع تركي آل شيخ. ابراهيم فايق في السعوديه مع تركي آل شيخ. عمرو اديب في السعوديه مع تركي آل شيخ. الراجل اللي جابه التغريده الاولى بتاعته لعيب الكره الفاشل دلوقتي محلل رياضي فين؟ مع تركي آل شيخ. الله، يعني كل اللي انتقدوا الزمالك واتكلموا عنه بيشتغلوا مع السعوديه؟ في ناس انتقدوهم في مصر نفسهم يشتغلوا مع السعوديه. يعني الكلام عن دوله القانون ويا بخت من زار وخفف. بالمناسبه انا مش ببرر اللي عملوه لعيبه الزمالك، انا انتقدتهم على السوشيال ميديا ودخلوا قالوا لي انت اهلاوي وانت كذا وانت كذا، يعني في حاله من القرف اصلا لاي حد بيتكلم عن الكوره في مصر، اي حد ايا كان، هتلاقي ناس بتشتمه من هنا وناس بتشتمه، حاجه مقرفه جدا الحقيقه، الجو كله بقى جو مقرف اصلا. لكن انا بس عايزك تاخد بالك من حاجه، ان كل اللي اتكلموا دول اكل عيشهم في السعوديه، فلازم يتكلم عن دوله القانون، لازم يتكلم عن عباده منظر وخفف، لان هو ما يقدرش يقول اي حاجه غير كده. لو تركي آل شيخ قرر يرميه بكره الصبح خلاص هو مش هيعمل اي حاجه. وبالمناسبه يعني مع كامل الاحترام لدول الخليج، حضرتك سمعت كم مره عن قصه ان الكفيل فنشه؟
سمعتوها كم مرة يا جماعة دي؟ سمعتوها كم مرة على مدار عمرنا كله؟ في كم واحد في عيلتك، في الناس اللي بتفرج عليها دلوقتي، كان ليك ناس شغالة في الإمارات أو قطر أو الكويت أو السعودية أو البحرين أو عمان، وفجأة سمعت أصل كفيله فنشه؟ ما طول عمرنا بنسمعها يا جماعة، بتروح هناك أنت عندك واحد كفيل حياة الماعز في وقت معين، يلا بيطلع بره، ولا مستحقاتك ولا مستحقاتي، يلا اطلع بره تفنيش. وانا حكيت لكم الكلام ده اكتر من مرة في دوائر مقربة جدا مني وعاشوا الكلام ده. فانت بتتكلم على ناس طالعين ينظروا عليك ويدولك محاضرة، اصلي يا بختي منظر وخفف يا حبيبي. انت اصلا يعني الكفالة بتاعتك مع تركي الشيخ، ما انت طبيعي تطلع تقول كده، واللي في مصر برضو نفسهم يبقوا معاهم. فبقولك احنا بنعيش حقبة منحطة للغاية، مفيش كرامة، مفيش كرامة لمصر، مفيش حد مثلا يطلع يقول لك يا جماعه نشر الصوره دي قله ادب عيب ما يصحش. تعال نشوف كده بعض التساؤلات والمشاهد عن موضوع الاهلي والزمالك في الماتش السخيف اللي هيبدا بعد شويه ده، وبعدين نروح للفاصل. خلينا نشوف كده بعد ما احتجزوا ثلاثه من لاعيبه الزمالك بسبب الاعتداء على فرد الامن، وانه القضيه بتاعتهم هيحكم فيها يوم 29 اكتوبر. الإعلام المصري بدأ يهاجم الزمالك ويقول الإمارات دولة قانون، يا بخت منظر وخفف، وتسربت الصور ومفيش حد اتكلم. فإحنا عندنا الحقيقة ثلاث تساؤلات. السؤال الأول، إحنا ليه بنلعب بره مصر؟ ده السؤال يا جماعة اللي لازم حضراتكم لو أنت مهتم بالكرة في مصر أو مهتم بمصر تسأل السؤال الأول ده، إحنا ليه بنلعب كرة بره مصر؟ رجعوا الجمهور لو سمحتوا، وشيلوا شركة المخابرات بتاعة تذكرتي، وشيلوا الشركة التانية بتاعة المخابرات، الشركة الأفريقية العربية المتحدة اللي بتعمل الحراسة والتأمين بتاع الاستاد، ورجعوا الاستادات زي ما كانت. لكن انتوا مش تعملوا ده لأن انتوا منظومة مهزقة، خايفين من الألتراس، خايفين من الجمهور يرفع علم فلسطين، يهتف ضد إسرائيل، يهتف ضد سيء الذكر. عشان كده انتوا ما بتلعبوش الماتشات بالجمهور. فده أول سؤال. السؤال الثاني بالظبط ده اللي احنا بنقوله، الجمهور ليه ما بيلعبش، ما بيتفرجش على الماتشات دي او بيحضرها على ارضه في مصر؟ والسؤال الثالث، فين المسؤولين، سواء رئيس الوزراء او وزير الشباب او حتى سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي؟ دي كانت مجموعه من التساؤلات عن الاهلي والزمالك. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل بعد قليل، تابعوا. تطورات كبيرة في تركيا بعد العملية الإرهابية بالأمس، ردود أفعال من الحكومة التركية، ضربات جوية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، تفاعل من نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الضربات، ودعوات لتقسيم تركيا على حسابه الرسمي على تويتر، هاشتاج الموساد تصدر الترند في تركيا ل 24 ساعة، الجميع يتحدث عن أياد إسرائيلية خفية هي من أرادت العبث بالأمن القومي التركي وتنفيذ هذه العملية الإرهابية بالأمس. نبدأ من تغريدة ليغيت بولوت مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي علق عن اللي حصل امبارح، ونقلها الصحفي التركي محمد شيمبيكلي. قال مستشار الرئيس التركي غيت بولوت، القوى التي ترفض بيعنا مقاتلات الجيل الخامس تهاجم منشآتنا التي بدأنا فيها بصناعة المقاتلات بأنفسنا. وأثناء تواجد الرئيس أردوغان في قمة البريكس، الحديث موجه لمن يستخفون بالقول أن إسرائيل ستهاجم تركيا. كان في مقال لياسين أقطاي السياسي التركي مستشار السابق للرئيس التركي، قال ماذا يرى أردوغان، أو لماذا يرى أردوغان أن إسرائيل أصبحت تهديدا كبيرا لتركيا الآن؟ ونقتبس من المقال هذه العبارات: وجود إسرائيل يشكل تهديدا للبشرية، ومنذ يوم تأسيسها لم تجلب شيئا سوى الضرر لتركيا، هي تهدف بشكل واضح إلى التهام تركيا، كيف يمكن لأي شخص عاقل أن يتجاهل هذا التهديد الواضح؟ يبقى ده كلام ياسين أقطاي عن نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طيب الحقيقة إنه اللي يقرأ الأحداث من امبارح لازم يربطها بالأحداث اللي بدأت من يناير 2024. هذا العام يمكن أن تطلق عليه بكل أريحية عام مواجهة تركيا مع عملاء الموساد، أو مواجهة تركيا مع الموساد الإسرائيلي في الأراضي التركية. عدد كبير من القضايا، من القبض على مشتبه بهم، على خلايا تابعة للموساد، على خلايا
تعمل من أجل الاستخبارات الإسرائيلية. لكن تعالوا نشوف كده بداية من امبارح. تركيا قالت أو كشفت عن أسماء اللي نفذوا العملية، شخص اسمه علي أورك تقريبا، وسيدة اسمها سيفستين ألتشيك حاجة زي كده إن لم تخني الذاكرة. والاسمين دول السلطات التركية، وزير الداخلية التركي علي كايا قال إن هم بينتموا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي وفقا لتصنيف تركيا. طيب خلينا نشوف التفاصيل عن اللي أعلنته تركيا عن العملية الإرهابية امبارح. السلطات التركية أثبتت تورط حزب العمال الكردستاني وحليفه حزب الاتحاد الديمقراطي في العملية الإرهابية، لكن هناك إشارات كبيرة بتورط الموساد وتحريك أذرعه لاستهداف توساش شركة الصناعات العسكرية. وزي ما قلت لحضراتكم هاشتاج موساد كان متصدر مواقع التواصل الاجتماعي التركي. قبل الهجوم بيوم واحد أردوغان قال إن الحكومة التركية بتعمل على تعزيز الجبهة الداخلية مع اقتراب النار التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان من تركيا. هل كان الرئيس التركي يتحدث وفقا لمعلومات استخباراتية؟ الحقيقة لا نعلم. طيب ليه قلت إن 2024 هو عام مواجهة تركيا مع الموساد الإسرائيلي؟ تعالوا نستعرض مع بعض العمليات التي تواجهت فيها الاستخبارات التركية والاستخبارات الإسرائيلية في الأراضي التركية في هذا العام. في أغسطس 24 يوم 30 أغسطس اعتقلت الهيئة الاستخبارات التركية اللي هي الـ MIT اعتقلت مدير الشبكة المالية للموساد في تركيا اسمه ليريدون ريكسيبي، واللي أثبتت التحقيقات معه أنه كان بيقوم بتحويل الأموال لعملاء مدنيين بناء على تعليمات من الموساد. العملاء دول كانوا بيصوروا بطائرات بدون طيار بدرون، وبيجمعوا معلومات استخباراتية عن شركات الدفاع التركية جوه تركيا وعن العمليات العسكرية في ساحة المعارك في سوريا. فدي كانت أول ضربة أو آخر ضربة في هذا العام حصلت ما بين الاستخبارات التركية والموساد الإسرائيلي. لو رجعنا أشهر إلى الوراء يوم 5 أبريل 2024 وزير الداخلية التركي علي كايا أعلن توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح الموساد الإسرائيلي، وقال إن المشتبهين جمعوا معلومات عن أفراد وعن شركات في تركيا بتستهدفهم المخابرات الإسرائيلية، ونقلوا المعلومات والوثائق دي للموساد الإسرائيلي. قبلها بشهر يوم 7 مارس 2024 أعلنت السلطات التركية إنها قبضت على مدير أمن سابق متهم بإنه تورط في إنه كان رأس خلية مرتبطة بالموساد، واعتقلوا معاه 7 أشخاص آخرين على خلفية ارتباطهم بالموساد. الخلية دي كان بيرأسها شخص اسمه حمزة تورهان آيبرك، وهو مدير أمن سابق اتفصل على خلفية انتمائه لتنظيم فتح الله جولن. صحيفة تركيا قالت إن آيبرك تم تجنيده من قبل الموساد وأبعد عن وظيفته عام 2019، وخضع لتدريبات سرية في العاصمة الصربية بلغراد، واعتقلته السلطات التركية في 7 مارس 2024. قبلها بشهر في فبراير 2024 أعلنت الاستخبارات التركية أنها اعتقلت 34 شخص بيشتبه في ارتباطهم بالموساد، والعملية دي كانت بعد شهر واحد فقط من حملة تركية أمنية لمكافحة التجسس الإسرائيلي في البلاد. ومحكمة تركية في يناير 2024 أعلنت أو أمرت بالقبض على 15 شخص وترحيل 8 بيشتبه برضو إن هم ليهم صلات بالموساد الإسرائيلي. وبالتالي إحنا بنتكلم عن عمليات مستمرة ومواجهات مستمرة على الأراضي التركية ما بين الحكومة التركية وجهاز الاستخبارات وما بين الموساد الإسرائيلي. عن هذه العملية، عن الخيوط التي تتحدث أو تشير إلى الموساد الإسرائيلي، عن تورط حزب العمال الكردستاني، الضربات الجوية التركية بالأمس لمواقع لهذا الحزب في سوريا والعراق، تورط نجل بنيامين نتنياهو في القصة ونشره تغريدتين بالأمس، الأولى تحدث فيها عن ضرورة إنقاذ الأكراد من الإبادة الجماعية التي ترتكبها تركيا، والثانية أعاد تغريدة لصحفي إسرائيلي يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين في تركيا.
ما يعني تقسيم الدولة التركية. دعوني أرحب بضيفي عبر سكايب من تركيا حمزة تكين رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا. سيد حمزة أهلا بك معنا. حياك الله أستاذ أسامة والمشاهدين الكرام. أنا يعني دعني أسألك في البداية، هل هي نظرية المؤامرة؟ الشعب التركي مهووس بنظرية المؤامرة، ففي الساعات الأولى لهذه العملية تصدر الترند في تركيا هاشتاج الموساد، أم أن هناك قرائن حقيقية تتحدث عن تورط إسرائيل في هذه العملية؟ طبعا أستاذ أسامة، دائما نظرية المؤامرة يعني تأخذ ترند إذا صح التعبير، ولكن نحن اليوم بهذه الحالة التركية، الاعتداء الإرهابي الذي تم على هذه المنشأة الصناعية الهامة بالصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الفضاء في العاصمة التركية أنقرة، بعيدون كل البعد البعد عن فكرة نظرية المؤامرة. اليوم تركيا كما يعلم الجميع منذ سنوات طويلة وبقرار سياسي جريء اتخذته الحكومة التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تحاول أن تؤمن أو تحقق الاستقلال التام في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية، وهذا الاستقلال يؤدي إلى استقلال كبير وواسع جدا بالتوجهات السياسية للدولة، وبالتالي جهات خارجية وخاصة غربية وكذلك بعض الجهات في الشرق الأوسط المتحالفة والمنبطحة إذا صح التعبير للغرب، يعني تسير بمشروع الغرب لمحاولة عرقلة هذا القرار التركي بالاستقلال في المجال التكنولوجي والصناعات الدفاعية وبالتالي تأمين استقلال سياسي. لذلك الهجوم الإرهابي أمس في العاصمة التركية أنقرة ليس فقط إرهابيا، لا يمكن حصر هذا الهجوم بمصطلح إرهابي، بل هو هجوم إرهابي زائد استخباراتي، لأن هذا التنظيم وثبت يعني ضلوع كل من نفذ هذا الهجوم 3 أشخاص بتنظيم PKK الإرهابي المتواجد بشكل كثيف حاليا في الشمال السوري والشمال العراقي. هذا التنظيم كنت أقول يستهدف للمرة الأولى بهذه الطريقة وبهذا الحجم منشأة للصناعات الدفاعية، كان يستهدف على مدى عقود من الزمن أهداف مدنية وأهداف عسكرية وأهداف أمنية، وبالتالي تجاوز الخط لهذا المنحنى بكل تأكيد وفق شبه إجماع هنا في تركيا ليس قرارا منحصرا بقيادة هذا التنظيم الإرهابي، بل هو قرار أوعز لهذا التنظيم لتنفيذ هذا الهجوم، أي أن هناك جهات استخباراتية أوعزت لهذا التنظيم باستهداف الصناعات الدفاعية، وهي رسالة واضحة لتركيا، الكل قرأ هذه الرسالة بشكل صحيح. نعم. من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأمنيين والسياسيين والمحللين طيب سيد حمزة، سنتحدث عن الرسائل من هذه العملية، ولكن نريد أن أقرأ معك هذه العملية في السياق العام. الرئيس التركي يشارك في قمة بريكس هناك، قبلها بيومين يتحدث عن النيران التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان والتي تقترب من تركيا، هناك معرض عسكري في تركيا ويفترض أن يتم توقيع بعض الصفقات العسكرية في هذا المعرض، هناك تصريحات باتشلي عن أوغلان وفكرة المصالحة، وفي ظل كل هذا يأتي تفجير لإحدى أهم الشركات الصناعات العسكرية في تركيا. كيف نقرأ المشهد ككل في سياقه العام؟ هو رسالة أستاذ أسامة لتركيا، رسالة تهديد واضحة لتركيا ولمشروعها بالصناعات الدفاعية وقرارها الذي تحدثت عنه قبل قليل. هذه الشركة لو نوضح لي لو تسمح بالتوضيح للمشاهدين الكرام، أن هذه الشركة بالتحديد يعني نعلم أستاذ أسامة تركيا تضم اليوم حاليا تقريبا ما يتجاوز 800 شركة بالصناعات الدفاعية. هذه الشركة بالتحديد لماذا استهدفت هذه الشركة تحديدا وليست شركة أخرى؟ هذه الشركة لأنها هي التي تتولى حاليا أكبر مشروع إذا صح التعبير للصناعات الدفاعية التركية، هو مشروع الطائرة الحربية النفاثة التركية المأهولة محلية الصنع، التي يقول عنها خبراء غربيون ويابانيون وصينيون وكوريون أنها ستنافس خلال أعوام قليلة
قادمة خلال 3 سنوات إلى 4 سنوات ستنافس أكبر أو أهم الطائرات الحربية في العالم F-35 الأمريكية، وبالتالي هو مشروع ضخم جدا بصناعة تركية وتكنولوجيا تركية. وبالتالي استهداف هذه الشركة أولا لعرقلة هذا المشروع ورسائل غربية أن الغرب ومن أوعز لهذا التنظيم الإرهابي بتنفيذ هذا الهجوم ممتعض من هذا المشروع العسكري الكبير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بكل تأكيد هناك رسالة سياسية اقتصادية فيما يتعلق بتنفيذ هذا الهجوم أثناء تواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة بريكس، وبالتالي هذه المشاركة لأردوغان هي أول مشاركة لرئيس دولة عضو في حلف الناتو في قمة بريكس، وبالتالي رسالة تركية للغرب أن هناك بدائل لتركيا، أن تركيا قادرة على الدخول بتحالفات عسكرية وسياسية واقتصادية بعيدا عن الغرب لو اضطرت لذلك يوما من الأيام، وبالتالي هذه الرسالة الثانية بكل تأكيد. الرسالة الثالثة هي إصرار هذا التنظيم، ورسالة من هذا التنظيم ممزوجة بالرسالتين الأوليتين، أن التنظيم اليوم مصمم وفق تلقيه التعليمات من الغرب ومشغليه وعلى رأسهم الاحتلال الإسرائيلي، أنه مصمم على الاستمرار بأعماله الإرهابية الأمنية وغيرها ضد تركيا، ضد الأهداف المدنية التركية، ضد الجيش التركي سواء كان في داخل تركيا أو في خارج تركيا. وبالتالي رسالة عدة نقاط فهمتها تركيا. لذلك أستاذ أسامة الرد التركي بدأ فعليا، وأثناء الآن ونحن نتحدث هنا من إسطنبول القصف التركي عنيف جدا في الشمال العراقي والشمال السوري على مواقع هذا التنظيم الإرهابي، ومتوقع أن يتوسع هذا القصف في المرحلة والساعات المقبلة، خاصة وأنه قبيل دقائق قليلة أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأسه لاجتماع أمني عالي المستوى هنا في إسطنبول، وهذا الاجتماع برسالته الشكلية دعني أتحدث عقد في مطار أتاتورك في إسطنبول فور وصول أردوغان قادما من روسيا إلى أرض إسطنبول، وبالتالي لم ينتظر أردوغان حتى أن يتوجه إلى القصر الرئاسي أو المكتب الرئاسي في إسطنبول، بل استدعى الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة المعنية إلى مطار إسطنبول. هذه السرعة بالاجتماع هي رسالة واضحة من حيث الشكل أن هناك قرار نهائي في تركيا بالاستمرار بضرب هذا التنظيم، بل بعمل عسكري وأمني ربما يكون مختلف ضد هذا التنظيم في المرحلة الساعات والأيام القليلة المقبلة. الرسالة الذي وجهها التنظيم ومن خلفه الغرب ومن خلفه الاحتلال الإسرائيلي ضد تركيا كبيرة، لذلك يجب أن يكون الرد. طب هذه نقطة تحتاج إلى توضيح حمزة، وعذرا على المقاطعة. العملية حدثت في أنقرة في العاصمة التركية في كهرمان كازان. المتورطون وفقا لما أعلنتهم وزارة الداخلية التركية هم علي أورك وسيفجين ألتشيك وينتميان لهذا التنظيم. لماذا تقصف تركيا هذا التنظيم في سوريا والعراق؟ يعني فلتحكم حملتها الأمنية في الداخل التركي، العملية تمت في داخل تركيا، فلتعتقل من هؤلاء داخل تركيا، فلتفكك هذه الشبكة، ولكن لماذا تقصف بعدها بساعتين في دول أخرى؟ سؤال مميز جدا وهام جدا لإيضاح هذه الفكرة الحساسة. هذا التنظيم أستاذ أسامة هو تنظيم ليس محصورا داخل الحدود التركية، هو الآن ينتشر في 4 دول، ينتشر في إيران وفي تركيا وفي سوريا وفي العراق، إلى جانب أذرعه الإعلامية وغير الإعلامية المنتشرة في القارة الأوروبية. وبالتالي هذا التنظيم عسكريا بالتحديد نحن نتحدث ينتشر في هذه الدول الأربعة داخل تركيا. اليوم من إذا أراد أحدنا أن يجري تقريرا مفصلا عن وضع هذا التنظيم في تركيا قبل 25 عاما واليوم، هناك فرق كبير جدا في مناطق جنوب شرقي تركيا، تطهير شبه كامل لتلك المناطق التركية من عناصر هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي يعني ما تبقى من فلول هذا التنظيم في المناطق الجنوبية الشرقية في تركيا هم يتواجدون في المغاوير في الجبال. والأجهزة الأمنية التركية بالمناسبة دائما بشكل شبه يومي هناك عمليات عسكرية ضد هذا التنظيم في تلك المناطق، خاصة الحدودية مع سوريا والعراق، وأمنية على كامل الجغرافيا التركية وخاصة في المدن الكبرى من أنطاليا إلى إسطنبول. بالمناسبة أمس في أنطاليا أوقفت
الاستخبارات التركية ممثل إذا صح التعبير أو قائد هذا التنظيم في روسيا، وصل من روسيا إلى أنطاليا وأوقفته فور وصوله إلى أنطاليا، وبالتالي العمليات الأمنية ضد هذا التنظيم قوية في الداخل التركي. وإلا لو لم تكن هذه العمليات الأمنية قوية في تركيا أستاذ أسامة، بكل تأكيد كنا سنرى عمليات إرهابية من هذا التنظيم بشكل شبه يومي في مختلف المناطق التركية، وبالتالي هناك نجاح أمني كبير لتركيا. ما حصل ربما الأجهزة الأمنية وبكل تأكيد ستتابع، ربما حصل خرق ما، ولكن هناك جهد أمني كبير يقام في تركيا، وإلا لكان الوضع كارثي أمنيا طيب. في الداخل التركي. النقطة الأخيرة طفل. التي أريد أن أذكرها، لماذا في سوريا وفي العراق تقصف؟ لأن الثقل حاليا عسكريا لهذا التنظيم يتواجد في سوريا وفي العراق وليس في تركيا. وعلى الأرجح ستثبت التحقيقات وبدأت بعض التسريبات أن هؤلاء صحيح أنهم ينتمون أو ولدوا في داخل تركيا، ولكن هم مجندون ويعملون حاليا في سوريا وفي الشمال العراقي، وبالتالي أتوا من سوريا ومن الشمال العراقي. وقادة التنظيم الكبار حاليا والتخطيط لمثل هذه العمليات واجتماع قادة التنظيم مع الأجهزة الغربية لبعض الدول والموساد الإسرائيلي تتم حاليا خاصة بالتحديد في الشمال العراقي، وبعضها يتم في الشمال السوري. لذلك القصف بدأ القصف التركي وسيستمر في المرحلة. طيب هناك سؤال أيضا يجب أن يطرح في هذه الحالة حمزة، وهو فكرة قصف تركي لسوريا وللعراق حتى لو كان لتنظيم إرهابي يهدد الأمن القومي التركي، ألا يعد هذا انتهاكا لسيادة هذه الدول؟ يعني هل يتم هذا القصف بالتنسيق مع النظام السوري مع النظام العراقي؟ بالنسبة للعراق هناك تنسيق تام وهناك اتفاقيات أمنية، ورأينا زيارة أردوغان التاريخية للعراق قبل أشهر، ورأينا الزيارات المتبادلة، وحتى قبل شهر تقريبا حصلت زيارة رفيعة المستوى من الاستخبارات العراقية ووزير الخارجية إلى أنقرة، وتم توقيع اتفاقية أمنية عالية المستوى وسرية وجزء منها كبير علني في هذا الإطار، وبالتالي مع العراق هناك تنسيق حتى لتواجد بري للجيش التركي في الشمال العراقي. بالنسبة للجانب السوري، ونحن نعرف يعني اليوم أن النظام السوري لا يسيطر على كامل جغرافيا سوريا، وبالتالي وفق مواثيق الأمم المتحدة تركيا لها الحق بحماية حدودها من مثل هذه التنظيمات الإرهابية، وكذلك لها الحق بناء الاتفاقية السابقة مع النظام السوري اتفاقية أضنة، لها الحق بملاحقة فلول هذا التنظيم لأعماق معينة داخل الأراضي السورية، وبالتالي تركيا حريصة كل الحرص على مراعاة المواثيق الدولية والمواثيق الأممية في ما يتعلق بالدفاع عن نفسها. بيانات وزارة الدفاع التركية دائما تختم، وقبل قليل صدر بيان دائما تختم أن العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق تتم وفق مبدأ حق الدفاع عن النفس ووفق مواثيق الأمم المتحدة، وبالتالي هذه نقطة منتهية. تركيا حريصة كل الحرص وهذا واضح على وحدة الأراضي السورية ووحدة الأراضي العراقية، لأن أي تفكيك لهاتين الدولتين هو تهديد للأمن القومي التركي، وبالتالي أكثر دولة اليوم لها مصلحة أن يبقى العراق موحدا وأن تبقى سوريا موحدة جغرافيا هي تركيا وليس أي دولة أخرى في العالم. لذلك تركيا أكثر دولة بكل تأكيد حريصة على وحدة هاتين الدولتين طيب. وملاحقة هذا التنظيم بالتوازي مع هذا لا الحرص. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ونجل بنيامين نتنياهو يائير يرى ما تراه تركيا في التعامل مع حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق. الرجل غرد بالأمس واصفا ما يجري بأوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها تركيا في حق الأكراد، ثم أعاد تغريدة أخرى لصحفي إسرائيلي يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين في تركيا. برأيك لماذا دخل نجل بنيامين نتنياهو على الخط بالأمس؟ اليوم الوضع بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي بالعلاقات في أدنى مستوياته في التاريخ نتيجة الموقف التركي مما يرتكبه هذا الاحتلال من مجازر إرهابية نازية في سوريا في سوريا، ويقصف سوريا أيضا ليس عفوا يعني يقصف حيث يشاء، يقصف في اليمن، يقصف هنا وهناك ولا أحد يردعه نتيجة المجازر الإرهابية التي يرتكبها في لبنان وفي غزة وفي فلسطين. الموقف التركي متقدم دعما للشعب اللبناني والشعب الفلسطيني. تركيا أوقفت العلاقات التجارية كافة مع هذا الاحتلال، هناك ضغط دبلوماسي كبير من قبل تركيا، ضغط إعلامي كبير، ضغط ثقافي كبير، علاقة قوية مع المقاومة في قطاع غزة
الرئيس الوحيد في العالم الذي عز بالقائد يحيى السنوار هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا يشير إلى علاقة ما مع المقاومة الفلسطينية. هذه المواقف التركية وغيرها بكل تأكيد لا ترضي الغرب ولا ترضي الجانب الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كما تتخذ تركيا خطوة ضد هذا الاحتلال وفق الواقع الموجود حاليا، وفق الإمكانيات الموجودة حاليا، دخول الجيش التركي بحروب مع هذا الاحتلال لا يمكن أن يتم لوحده يعني استطرادا في هذا السياق، يجب أن يكون هناك تحالف عربي إسلامي واسع كبير، وحينها يدخل الجميع لمحاربة هذا الاحتلال. الآن على سبيل المثال استطرادا أيضا، لبنان دولة عربية، قطاع غزة هو قطاع بالمفهوم القانوني لنفترض، يعني للرد على أصحاب هذه الحجج الواهية، ولكن لبنان دولة سيادية، عضو مؤسس بجامعة الدول العربية، انظر باعوها تركوها لوحدها تحت نيران هذا الاحتلال الإسرائيلي. فماذا سيفعل في تركيا؟ بكل تأكيد إذا دخلت تركيا بحرب عسكرية مباشرة سيتركون تركيا كما يتركوا لبنان حاليا، وبالتالي من الحكمة اليوم التعاطي مع الواقع الحالي بذكاء وهدوء، وتركيا تطالب بمحاسبة هذا الاحتلال. قبل قليل في قمة بريكس طالب أردوغان العالم بمنع تصدير السلاح بشكل تام إلى الاحتلال الإسرائيلي، تفضلوا وادعموا هذه المبادرة. اليوم العلاقات بين تركيا وهذا الاحتلال في أدنى مستوياتها، لذلك نرى مثل هذه التغريدات هي رسائل لتركيا. هناك حلم لهذا الاحتلال أن يقسم تركيا بالتلمود، وهو ما يقولونه. هل كانت تركيا تصدر ذخائر للاحتلال التركية. حمزة؟ عفواً؟ هل كانت تركيا تصدر ذخائر وأسلحة للاحتلال قبل ذلك؟ قبل كانت هناك علاقات عسكرية نعم بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي قبل حزب العدالة والتنمية وقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه العلاقات منقطعة بشكل تام منذ أكثر من 17 سنة، وبالتالي العلاقات العسكرية منقطعة تماماً. كانت هناك علاقات تجارية واقتصادية، صادرات هذه الصادرات والعلاقات كافة المتبادلة متوقفة بشكل تام منذ الثاني من شهر أيار مايو عام 2024، وبالتالي الأمور منتهية في هذه النقطة بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد أي علاقة عسكرية ولا يوجد أي علاقة أمنية، بل يوجد هناك صراع بين أجهزة الاستخبارات التركية والإسرائيلية. هذه هي النقطة التي أريد أن أختم هذه المقابلة معك بشأن يا حمزة، وهي فكرة الصراع بين الاستخبارات التركية والموساد الإسرائيلي. أطلقت على هذا العام عام المواجهة في الأراضي التركية بين الاستخبارات التركية من جهة والموساد من جهة، كل شهر تقريبا هناك الإعلان عن خلية جديدة للموساد. صحيح. وتفكيك خلية أخرى. برأيك هل سينتهي المطاف بعملية الأمس أن وراءها الموساد؟ هل ستعلن تركيا عن خلية جديدة في الأسابيع القليلة المقبلة من وجهة نظرك؟ أنا أتوقع ذلك بكل تأكيد، لأن ما لدي من معلومات ومؤشرات وتحليلات، من يقف خلف الهجوم الإرهابي أمس في العاصمة التركية أنقرة هو الجانب الإسرائيلي، هو الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ من تنظيم PKK الإرهابي. لذلك نتوقع أن تلقي الاستخبارات التركية في الأيام القليلة المقبلة على خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي، ولكن الإعلان عن ذلك ربما يتأخر بعض الشيء لاعتبارات أمنية خاصة بالأعمال الاستخباراتية. ولكن اليوم هناك إجماع شعبي في تركيا، شعبي كبير، أن إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يقف خلف هذه الرسالة الأمنية الملطخة بالدماء لتركيا ولمشاريعها العسكرية ومشاريعها فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ولكن الرد التركي جملة أخيرة هو كما قال الرئيس أردوغان، أن تركيا ستزيد من أعمالها الاستخباراتية والعسكرية ضد كل من يهدد أمنها، وستزيد من مشاريعها التكنولوجية. شكرا. وكل ما يتعلق بتطوير الصناعات الدفاعية التركية المحلية الصنع. من اسطنبول عبر سكايب حمزة تكين رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث نشر موقع الجزيرة تقريرا عن الدفاع المدني في قطاع غزة الذي أعلن توقف العمل بشمال غزة، وأن الوضع كارثي بشكل كبير. مراسل الجزيرة أنس الشريف أفاد بإصابة عدد من طواقم الدفاع المدني في بيت لهيا شمال القطاع بعد استهدافهم بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية،
وأن طائرات الكواد كابتر حلقت فوق سيارات الدفاع المدني وطالبتهم بترك سيارات الإطفاء والإسعاف والتوجه لنقطة الجيش في محيط المستشفى الإندونيسي. مدير الصحة في قطاع غزة يطالب العالم بإرسال الأكفان، فقدوا الأمل في أن يدعمهم أحد وفي أن يوقف أحد هذه الإبادة الجماعية، فطلب دكتور منير البرش العالم بأن يرسلوا لهم الأكفان. لم نعد نجد أكفانا لشهدائنا. ما يفعله الاحتلال في شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان. الاحتلال قتل أكثر من 1000 شخص من الكوادر الطبية في القطاع، جعلوا من المستشفيات هدفا رئيسيا. الاحتلال يستمر في التهجير، ستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية إذا استمرت جرائم العدوان. مع منع دخول الغذاء والدواء والماء لم نعد نجد حتى أكفانا لشهدائنا. نناشد العرب والمسلمين إرسال أكفان لمستشفيات الشمال. الإبادة في شمال غزة مستمرة. تم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة ومحافظة الشمال بسبب المنع الإسرائيلي. الأمم المتحدة أرسلت 1,000,000 جرعة ولقاحات عبارة عن قطرات فموية. قوات الاحتلال جرفت مراكز إيواء تابعة للأونروا في منطقة أبو زيتون شمال غزة. مستشفى كمال عدوان تحدثت عن عدم استطاعتها تقديم الخدمة الصحية للمصابين والمرضى. وأيضا مدير المستشفى قال بسبب نفاذ المستشفى المستلزمات الطبية بشكل كامل لا نستطيع تقديم أي خدمة صحية. بعض التقارير تحدثت عن الاستيطان وحركة نشالة الاستيطانية الإسرائيلية ومخطط الاستيطان. وأيضا هارتس تحدثت في تقرير أن نتنياهو يبيع غزة للميليشيات الخاصة، يريد تعيين شركة إسرائيلية أمريكية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاطلاع بهذه المهمة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن بالأمس رفض الإدارة الأمريكية احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وقال السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي. الإدارة الأمريكية تعمل على حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. سأعود لأنتوني بلينكين وما قاله مرة أخرى، وأيضا الدور العربي الذي ناشده مدير الصحة في غزة بإرسال أكفان، ولكن نتعرف أكثر على الأوضاع في قطاع غزة. معي عبر الهاتف الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. سيد محمود أهلا بك معنا. يعني لو تضع المتابعين هل تسمعني سيد محمود؟ سيد محمود أسمعك. طيب يعني أنا سؤالي لو تضعنا في حقيقة المشهد الآن، ما الذي تمتلكه هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة الآن؟ نعم، هو الواقع في شمال القطاع حقيقة هو واقع مأساوي جدا الآن، والاحتلال الإسرائيلي يعني منذ 20 يوم يحاصر محافظة الشمال بشكل كامل، وهذا الحصار يعني جاء مع سياسة التجويع التي تحدث الآن في شمال القطاع، تجويع وقتل وتدمير للبنية التحتية وتدمير للمنازل، وأيضا سياسة يعني إخراج وإفراغ المواطنين من شمال قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي ينفذ الخطة التي تحدث عنها في السابق، خطة الجنرالات، وهي تفريق شمال قطاع غزة من المواطنين، وهذا يعني واقع نشاهده في مسرح الأحداث، حيث يفرغ كل مراكز الإيواء الموجودة في شمال القطاع ويطلب منهم الخروج إلى منطقة الجنوب. وأيضا من لم يخرج ولم يلتزم بتعليمات الاحتلال الإسرائيلي يتم استهداف وإطلاق القذائف المدفعية على المواطنين بشكل مباشر وقتلهم. نحن نتحدث الآن عن قرابة 1,000 مواطن قد استشهدوا في هذه العملية العسكرية، منهم من وصل للمستشفيات، ومنهم من هو تحت الأنقاض، ومنهم من هو في الطرقات،
ومنهم مجهول مصيره حتى الآن. ولذلك ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة هو يرتقي لأن يكون جريمة حرب كاملة الأركان. وطواقم الدفاع المدني الآن تحارب بشكل واضح في شمال قطاع غزة. الاحتلال يرفض بشكل قطعي أن تعمل طواقمنا، وبالأمس كان هناك يعني محادثة بشكل رئيسي وبشكل رسمي عبر إرسال طائرة مسيرة إلى طواقمنا الذين كانوا يتواجدون في بيت لاهيا، وطلب منهم الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي الخروج إلى منطقة يعني إلى غزة أو إلى الجنوب وترك المركبات، ومن لم يلتزم سيتم قصفه بشكل مباشر. والاحتلال الإسرائيلي بالفعل استهدف طواقمنا عبر إطلاق أكثر من صاروخ من الطائرات المسيرة، ولدينا عدد من الإصابات. هذا كله بالأمس، عدد من الإصابات. وأيضا يعني أثناء وصول طواقمنا إلى الحاجز الإسرائيلي تم يعني اعتقال 5 عناصر من الطواقم، وأيضا تعرضت الطواقم إلى الإهانة وإلى الشتم وإلى الإذلال بشكل واضح من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هناك عدد من طواقمنا ما زال حتى اللحظة موجود في الشمال ويطالب بشكل رسمي إلى ضرورة السماح للطواقم بضرورة العمل وإعادة العودة لهم بأن يمارسوا مهامهم في تقديم الخدمة إلى المواطنين. حتى الآن نتلقى إشارات من المواطنين المتواجدين في شمال القطاع، يعني رغم سياسة التهجير ورغم سياسة تفريغ القطاع إلا أن هناك مناطق في شمال القطاع حتى اللحظة ممتلئة ومكتظة بالسكان. بيت لاهيا، عشرات الآلاف من المواطنين متواجدين هناك، جبالي أيضا، بيت حانون أكثر من 400 عائلة موجودة بداخلها. والاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يسمح لطواقمنا بممارسة أعمالهم الخدماتية اتجاه أبناء شعبنا المتواجدين في شمال القطاع. وأيضا الاحتلال الآن يحاصر الشمال ويحاصر بيت لاهيا بشكل واضح، ويقوم بإطلاق القذائف المدفعية أيضا على المواطنين. وتلقينا يعني منذ تقريبا عصر هذا اليوم حتى الآن أكثر من 20 اتصال من مواطنين يريدون المساعدة من أجل تقديم الخدمة لهم، لكن للأسف لا نمتلك المركبات ولا نمتلك أي شيء الآن. الاحتلال يعني يمنعنا بشكل قطعي من ممارسة أعمالنا، وأيضا يحاصر مستشفى كمال عدوان بشكل واضح. وقبل ساعة تم إطلاق يعني إطلاق أكثر من قذيفة على الطوابق العليا من مستشفى كمال عدوان، وأيضا يعني هناك إصابات في المواطنين، إصابات خوف، إصابات هلع، إصابات في صفوف المرضى، حالة تجويع واضحة للمواطنين في مستشفى كمال عدوان في كل شمال قطاع غزة. منذ بداية الحصار حتى الآن لم يسمح بإدخال المواد الغذائية إلى المواطنين هناك، لم يسمح لهم دخول المياه، لم يسمح لهم بإدخال الدواء. وبالتالي نحن نتحدث عن تفاصيل مروعة الآن تحدث في شمال القطاع، وحتى على مستوى المعاناة التي يعانيها الأسرى والتي يعانيها المواطنين الذين يتم إخراجهم من داخل محافظات شمال قطاع غزة إلى الحاجز الإسرائيلي، حيث الإهانة، حيث البرد القارس في أوقات الليل، حيث أنهم مصابين وكثير منهم جرحى، هم بحاجة إلى من يعني يقوم بإعالتهم، لكن الاحتلال يرفض بشكل قطعي ويقوم يعني بتعذيب هؤلاء المواطنين عبر خلع ملابسهم وعبر إهانتهم وعبر الشتم بشكل كبير ومبالغ فيه بشكل كبير اتجاه هؤلاء المدنيين الأبرياء والعزل، وخصوصا النساء والأطفال. ولذلك نحن الآن أمام واقع مأساوي وواقع صعب جدا في منطقة شمال قطاع غزة، والأمور تزداد سوء حتى اللحظة. وأيضا هناك يعني حقيقة هناك مفارقات غريبة جدا. الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال الوقود، قبل تقريبا نصف ساعة أيضا دخل وقود إلى مستشفى كمال عدوان، وفي نفس التوقيت يطالب إدارة المستشفى بإخلاء المستشفى ويطالبها بإغلاق أبوابها ويطالب الكوادر الطبية بالخروج وإخراج المرضى من المستشفى. هذا تناقض حقيقة لا ينم إلا على شيء واحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم ولا يعي أن هناك إنسانية ولا أخلاق. هذه مستشفى ويوجد بها مرضى ويوجد بها يعني مرافقين ويوجد بداخلها أطباء، كيف يتم معاملتهم بهذه الطريقة اللا إنسانية، وكيف يتم منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهامهم الإنسانية
في خدمة المرضى المتواجدين، وكيف يمنع الاحتلال الإسرائيلي أن تقدم طواقم الخدمة، طواقم الدفاع المدني الخدمة للمواطنين الذين هم الآن بحاجة ماسة إلى طواقمنا، وهم الآن بحاجة عاجلة أن تتدخل الطواقم بشكل واضح من أجل أن تقدم الخدمة إلى المواطنين في ظل استمرار الحرب واستمرار الحصار واستمرار المعاناة على المواطنين المتواجدين هنا. ولذلك هذا هو الواقع، وهذه هي يعني المشهد، هذا هو المشهد الموجود الآن في شمال القطاع، وعشرات الآلاف الآن يعانوا بشكل واضح في شمال القطاع من سياسة الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي يحتاجه على المواطنين حتى اللحظة؟ ما الذي يحتاجه الدفاع المدني ويحتاجه أهالي شمال قطاع غزة الآن سيد محمود؟ نحن نحتاج إلى ضرورة أن يسمح لنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أن نمارس مهامنا كطواقم خدماتية إنسانية، أن نقوم بواجبنا الإنساني تجاه المواطنين دون أي إعاقة. أما أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة الدفاع المدني الوحيدة بأمس واستهدافها والتي تختص في مجال الإطفاء، فهذا حقيقة إشكالية كبيرة. لكن لدينا مركبات أخرى، مركبات إسعاف، لدينا مركبات إنقاذ. يعني لو سمح لنا الاحتلال الإسرائيلي أن نقوم بواجبنا، نحن مستعدين أن نكمل هذه المسيرة ونكمل هذه المهنة في أجل خدمة المواطنين. أيضا المواطن الآن هو بحاجة إلى كل شيء، بحاجة إلى إدخال المساعدات، بحاجة إلى إيقاف عمليات القتل الموجودة الآن، إنهاء الحصار، توفير خدمة طبية للمواطن حتى يخضع لها بشكل مريح دون أي أذى، دون أي اعتراض من قبل القوات الإسرائيلية للمواطنين. هذا ما نريده، نريد أن تتوقف هذه الحرب وتتوقف هذه المعاناة المفروضة الآن بشكل كبير على شمال قطاع غزة، والتي تفرضها قوات الاحتلال من بداية الحرب حتى اللحظة، لكن تشتد الأمور منذ يعني البدء العملية العسكرية على شمال القطاع. شكرا جزيلا لك الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، كنت ضيفي عبر الهاتف. ختام هذه الحلقة برسالة كتبها أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة بالأمس، ردا على الحكومة والجيش والإعلام العبري الذي وضع اسمه مع رفاقه من العاملين في قناة الجزيرة في قطاع غزة على أنهم مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، على أنهم أعضاء في كتائب القسام وأعضاء في حركة حماس، وبأنهم مجموعة من الإرهابيين. ختام هذه الحلقة هي رسالة أنس التي وجهها للاحتلال، والتي نوجهها لكل احتلال سواء إسرائيلي أو عربي، احتلال أجنبي أو محلي. هذه الرسالة هي عنوان ودستور يحيا به كل شخص يحترم الكلمة ويحترم ضميره ويدافع عن المظلومين ويدافع عن أرضه ويقف في وجه أي سلطان جائر، كان سلطانا محليا أو احتلالا أجنبيا مثل الاحتلال الإسرائيلي. الآية 72 في سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. تصبحوا على خير.